انت نعم مطالبنا. اول حاجه الافراج عن المعتقلين عمرو الجندي، محمد عبد الشكور، داير الكومي، محمد سمير، عمرو حجاج. الناس دي قالوا لنا انهم عليهم دليل وفيديوهات، ورحنا عشان نشوف الفيديوهات في مبنى رئاسه الجامعه. كان حوالي اكتر من 200 فيديو، ما شفناش ولا فيديو عليهم في دليل، ما شفناش ولا واحد فيهم بيكسر او بيضرب او بيخرب. الحاجة التانية، عاوزين توفير شركة أمن عشان تحمينا، لأن احنا مش كل يوم، واحنا أنا مش بلطجي عشان اللي يجي أقفله بسنجة ولا أقفله بمطوة عشان أضربه زي ما بيضربني. الحاجة التالتة، إصلاح التلفيات. أهم حاجة بقى وأهم مطلب، إطالة رئيس الجامعة. لأن يا فندم بدل ما حضرتك تدخل لنا الأمن عشان يضربنا، لا تدخل الأمن عشان يحمينا. كل أسبوع يحصل فيه اشتباكات في الجامعة، ويحصل فيه بلطجية معاهم سند، وبينزلوا المدرسات جوه الجامعة، والأمن حتى مش بيفكر يخش إن هو يحط الاشتباكات، لا بيخش يضربنا. طب إزاي؟ يعني إزاي يا جماعة؟ بالعالي كده إزاي؟ والحاجة الأهم برضو إقالة عميد الكلية الدكتور اصلا ماليش مزاج. يا جماعه احنا كناش نتكاتل، يا انتوا ابائنا وامهاتنا، يا ريت يا جماعه تقفوا معانا. احنا بنعمل كده عشان مصلحه الكليه. انا طالب جاي عاوز اتعلم.